في ايه؟ ما انا مش عارف انت جاي تعمل ايه. طيب ما انت انت ملمعها قبل ما تيجي مسحها بجرايد وشو يعني؟ انا مش عارف انت جاي تعمل ايه بدماغك في شبكه الكونسوله دي. ايه اصلا الدماغ دي؟ في حد دماغه عامله كده؟ ايه يا اسطى انت رحت فين؟ ايه يا باشا انت مش جاي تحلق؟ اه طب يا باشا ما انا حلقت لك. ازاي يعني؟ سبتك ومشيت يا باشا حلقت لك. يا اسطى النص ده غير النص ده. طب ماشي، ما عشان يبقى اللي على اليمين طله واللي على الشمال طله، يعني كانك واخد ناصيه كده. جميل. ليه يا اسطى انت فاكر دماغي شقه؟ ما انت دماغك اثارة الجدل والله يا باشمهندس. يعني الناس مش عارفه هي كرويه ولا مسطحه ولا ماشيه ازاي، بس يعني وجهها والله انا مش شايف فيها حاجه. لا والله. انت فاكر نفسك هير ستايلست عند هاري بوتر؟ الزبون اللي ما يسيبلكش تبس ما تخرجوش بره المحل. روح ورايا سكر وهات منه تبس. سكر عندي صبي تاني، سكر وليمون صبيان بتوعي. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لو سمحت ممكن تخف لي الجناب؟ ليه وانت ما فيكش ايد؟ يا خالد، استاذ سعيد تعديل دقن واهداف 150 جنيه. ما تشيل كوعك يا بيه، شيله ده لمصلحتك والله. لو سمح، مش باللامس، في حاجه اسمها بوج. هات مكنه تنعيم، هات مكنه تدريج، هات مكنه اي تي ام. خد يد ولا خد، تعال بهزر معاك، خد تعال، هات مكنه اسبريسو. جيبهاش خلاص، ما جابتش معاك. شغل لنا يا اسطى الماتش. هو خلاص؟ خلاص بقيت تيجي على الماتش اتفرج على الماتش بس؟ هو انا ماليش حق عليك يا اخي؟ انت ليه ما بقتش تقعد معايا؟ ليه ما بقتش تقعد مع عيالك؟ فين ايام ما كنت بتجيلي تقعد معايا ونقعد ونتكلم ونهزر ونعمل اكل؟ فين؟ انت بقيت كده ليه؟ بقيت قاسي وشرير ليه يا اخي؟ حرام عليك، ده رمراء. مؤاخذة معلش. يا سكر هات له الماتش. انا والله امك. ايه؟ شعر ولا دقن؟ باشا تحب اعمل لك قط عند ودنك هنا؟ اه يعني هنا كده. اوكي. قط! يلا فركش يا جماعة. يلا خلاص اتفضل. يلا سامع الشباب. ايه يا استاذ؟ اتفضل يا باشا خلاص اتفضل. فين؟ ما ايه ده؟ ايه ده يا انتاج؟ يا انتاج شيلوه. بقول لك يا باشا، هو انت مرخص البروز ده؟ لا مش مرخص. عشان كده جالك ازاله. يا استاذ حسام اتفضل. ولاد حضرتك لسه ما خلصوش. لا في واحد حلق والتاني غويشه. ما تضحكش ليه؟ ما تضحكش ليه؟ جميل ليه؟ ما ضحكتش، ما تحرجنيش، اضحك. ايه؟ ولا سكر هات لي شاي. باشا تشرب دي ليه؟ ايه؟ احلى. عايز فتله. يا سكر هات لي الباشا شاي فتله. شاي فتله ايه؟ عايز فتله في وشي. يا سكر هات لي الباشا شاي فتله وادهوله على وشه. يا اسطى عايز اعمل فتله في وشي. اوكي يا سكر تعالى، الباشا هيقوم يعمله لنفسه. يا اسطى اعمل لي فتله في وشي. خلاص يا سكر تعالى احلق له وانا هروح اعمل له شاي فتله. يا باشا عايز فتله في وشي. انت بتعمل كده ليه؟ حضرتك مجنون ولا ايه؟ خد يا باشا، باشا باشا سكر، يا سكر على الشاي واعمل لي القهوه بتاعتي. مش عارف الزباين مالها. ما انا مش فاهم يعني، مهتمين ببقك او حاططولنا في دايره في ايه يا عم؟ يا عم محمود اتفضل يا قلب قلبي. زبون جالخ، لا بيدفع لا تبس ولا زفت، مش بحبوحه زيك. في صنفره ماسك؟ لا في ايلون ماسك. ايلون ماسك؟ ايلون ماسك عايزه؟ اه. لحظه واحده. ايوه يا حبيبي. ايوه ايلون، خد معاك اهو، عايزك خد. مين معايا؟ مفيش حد معاك، كلهم عليك. هات بقى الموبايل ده واركب العقل بقى، ولا انت جاي ماشي ولا ايه؟ ماسك ايه اللي انت عايزه في السن؟ انت شايف وشك عامل ازاي؟ ده ايه القرف ده؟ في ايه؟ ما انا مش عارف انت جاي تعمل ايه. طيب ما انت انت ملمعها قبل ما تيجي مسحها بجرايد وشو يعني؟ انا مش عارف انت جاي تعمل ايه بدماغك في شبك الكونسوله دي. ايه اصلا الدماغ دي؟ في حد دماغه عامله كده؟ حبيبي ماشي، روح وتعالى، روح وتعالى مستنيك، ما تاخرش. زبون تنح قوي، مش زيك محتوى. ما تقول لنا نكته. عسل يا باشا، عسل والله العظيم عسل. عايز ادرج. عايزها كم مستوى؟ درجتين. درجتين؟ عيني. ثبت وشك. تعمل ايه؟ هسطر لك، ما التسطير عليه درجتين، هعمل لك درجتين. سخ فيا. بص اعمل لك فوطه سخنه، اعمل لك تفتيح، اعمل لك تنعيم. انا رايح اعمل حمام واجي اعمل لك معايا. فاكر يا باشا زلزال 92؟ انا لسه صغير ساعتها. باشا 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 رد عليا. هو يحب بس، يحب يخدنا عليه بس يعني.
بيزغل اوت عندنا وكده. بس رد عليا يا باشا، رد عليها من الحلاق بتاعك باشا، رد عليا الله يبارك باشا، باشا رد عليا، رد عليا يا باشا، باشا باشا رد عليا، رد عليها برضو. اعمل معاك ايه، اعمل معاك ايه يا اخي، منك لله.